يوسف موسى راح يلعبها لافة، بالفعل هي لافة، لمسة، جول جول محمد خميس. إذا يعادل النتيجة الآن، محمد خميس يعادل النتيجة للنصر الآن، لتصبح النتيجة 1-1. شايف هذه هي اللعبة، براسه على طول، ومحمد خميس بالفعل يغير اللعبة ويلعبها في المرمى، يعادل النتيجة الآن 1-1. واحد النصر واحد الإمارات الآن. شايف هذه اللعبة، شوف لمسة محمد خميس، وضعها في الزاوية الصعبة والبعيد الآن، ليتعادل العميد الآن على ملعبه بهدف لهدف 1-1. الشوط الثاني أحلى الشوط الثاني، في هدفين، هدف من جانب الإمارات وهدف أيضا من جانب النصر. شايف محمد خميس.